مرحبا لكل متابعين قناة أنا هيك مع دادو. نجوم تألقت وخطفت الأضواء بإطلالاتهم المميزة، وتم تكريمهم في حفل جوائز الدارجيست. ومن أبرز المشاهير يلي تم تكريمها الفنانة روجينا، غادة عبد الرازق، مي عمر، والمخرج محمد سامي، عبير صبري، هنا الزاهد، سوسن بدر، هبة مجدي، وفاء عامر، اسعد يونس، احمد زاهر وليلى زاهر، صلاح عبد الله، والفنانه انتصار، هيدي كرم، ماجد المصري، وكثير من المشاهير. اليكم باقي الصور، ودمتم في رعايه الله وحفظه. كانت معكم انا هيك مع دادو.